عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، تواصلنا مستمر وتحدياتنا لا زالت مستمرة. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع الضبية، مبارك بن علي بن عبد الله النيادي 2:10 وانتقلنا إلى الشوط 18 بمجموع الأشواط، وهنا أيضا يحمل فئة الجعدان المشتركات الشوط الذي يودع أشواط المشتركات. نسير إلى مقدمة الشوط والمركز الأول، نتابع البداية مع هجام سعيد بن مبارك بالغالية العامري، من يقدم لنا هجام على الصدارة، بينما المركز الثاني يتقدم شاهين بشعار سلطان بن خميس بن مثلة، سلطان بن خميس بن مثلة الظاهري، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. المركز الثالث شوف اللي واصل في هذه اللحظات، مياس سالم بن حميد بالصقعون الجحافي قادم مع مياس، بينما المركز الرابع رابع على السماي والشعارات هملول، هملول سهيل بن حمد بن حمرور العامري. هذه النتيجة، بنعود إلى الصدارة. يا سلام يا المعركة ما بين بالغالية وما بين هذا الاسم، ما بين بالغالية وما بين بمثلة، بمثلة وبالغالية، المعركة ثنائية، التحدي ثنائي هنا مع شاهين، مع شاهين أيضا سلطان بن خميس بمثلة الظاهري، وهنالك أيضا هجام سعيد بن مبارك بالغالية العامري. هجم هجام، هجم على الفوز، هجم على الناموس. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، خلاص سلام بالغالية هنا، من يذهب بهذا الشوط مع هجام؟ تهانينا والناموس لسعيد بن مبارك بالغالي العامري. المركز الثاني كان فيه اللي هو ايضا شاهين سلطان بن خميس بمثلة الظاهري، بينما المركز الثالث شاهين بشعار سهيل بن حمد بن